السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جنان. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هاد لا غوسيت تاع الخبز اللي تجي فريمون رائعه. غير شدوا لي مزي وبقاو توجور تخدموه بيه، تخرج لكم فريمون شابه بزاف وما تطلبش انكم تعجنوها بزاف. ولا لهذا الشيء شنحتاج؟ نحتاج كاس حليب دافي، الكاس ب 220 مللتر، وكاس ماء دافي. ندير فيه ملعقه صغيره نتاع سكر، وندير ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز. اذا نخلط مليح خميره الخبز في الحليب والماء باش تذوب شويه. ودروك نجيب زوج ملاعق كبار نتاع زيت. اذا هنايا سوا ديروا الزيت ولا ديروا زيت الزيتون. وبالكاس اللي عبرت به، الكاس تاع 220 مللتر، نعبر به الربعه تاع الكيسان تاع فارينه. اذا انا بويسك راني موالفه نديرها توجور تخلي فيها ربعه تاع الكيسان. نتوما ديروا 3 كيسان ونص وزيدوا بالشويه، خاطرش كل فارينه شحال تشرب. الكاس التالي ديروه غير بشويه. اذا هنايا درت ملعقه صغيره تاع ملح، ونبدا نلم في العجينه تاعي نورمال، ما تطلبش انكم تعجنوها بزاف، غير لموها مليح وخلاص. من بعد غير عجنوها غير شويه ولموها كما راكم تشوفوا هنايا في الصوره، غادي غير نلمها. اذا هنايا بعد ما لميتها نعجنها غير شويه. شوفوا كيفاش راهي تتلصق، تجي هكا كيما راكم تشوفوا فيها، ما تجيش ناشفه بزاف. ودروك ندير غير شويه زيت في يديا وندهنها ونغطيها ونخليها تخمر. خلوها تخمر حاجه 30 دقيقه، دروك راه الحمان، خلوها تخمر 30 دقيقه. اذا غطوها مليح وخلوها تريح. هنايا دروك غادي ندي زوج تاع السنياوه، ندير فوقهم لو بابي دو كويسون، ونجيب السميد. دونك سوا دو سميد ركيك سوا سميد غليظ. انا هنايا ديت سميد غليظ، رشيته فوق لو بلاطو، وغادي نقسم. ها هي الخبزه تاعي، شوفوا كيفاش خمرت. غادي نقسمها على زوج خبزات. الخبزه انا غادي تجيني شويه ركيكه، غادي نسي نرققها شويه، مي نتوما كي تبغوا. لا بغيتوها تخرج لكم منتفخه بزاف ما ترقوهاش بزاف، انا نبغيها كي تكون ركيكه. اذا ما غاديش تجيني ركيكه بزاف، مي غادي تجيني فريمون شابه بزاف، غادي تشوفوها. اذا هنايا غادي نحطها نخليها تريح غير 5 دقائق، باش هكا كي نخبزها تكون ساهله في اليد. دهنت يديا بشويه زيت وغادي نخبز فيها. شوفوا كيفاش راها طريه، خاطش خليتها ارتاحت 5 دقائق من كسمتها. اذا هنايا خدمت الخبزه الاولى. هنا راني نوريكم ابوبخي انا السمك قداش كيفاش درته. ها هي لا، شوفوا كيفاش درته، درته ابوبخي قد الصبع، ها هو لا ميم با صبع. ودروك بديت هنايا غير نزوقها هذا المكان كما راكم تشوفوا في الصوره هنايا كيفاش راني ندير لها. تجي فريمون رائعه. بغيتوها تجيكم شويه غليظه كي تخبزوها خلوها شويه غليظه. هنايا دروك غادي نجيب حبه بيض، ديت صفار بيضه، درت فيه ملعقه كبيره نتاع حليب، وندير نص ملعقه صغيره نتاع خل باش تقلع لي الريحه تاع البيض. نخلطها مليح وغادي ندهن هاد الخبزه. افون جبت هنايا الاختياري، انا جبت الجلجلان، غادي ندير فيها الجلجلان. ندير فيها حبه حلاوه اللي هو اليانسون، وندير فيها السانوج اللي هو حبه البركه. هنا في الحبوب اختياري، تنجمو ديروا زريعه القتان، ديروا شا تبغوا. المهم انا غادي دروك ندير هادو ثلاثه تاع الحبوب. دروك راني ديجا صايره راني درت لو فوغ تاعي حما على درجه 180. اذا هنايا بعد ما دهنت كاع الخبزه غادي نزوقها بالسانوج وحبه حلاوه وبالجلجلان كما راكم تشوفوا. حبه حلاوه اللي هو اليانسون يمد لها ان تري بون كو، تجي عندها لو كو تاعها يجي فريمون شباب بزاف.
اذا دروك بعد ما وجدتها غادي نوجد الزوجه، نخليها تريح 10 دقائق ومن بعد ندخلها الطيب. اذا هنايا بعد ما طابت شوفوا كيفاش جات رائعه. طيبتها من تحتها، من طابت من تحتها من بعد على فان غير حمرتها من الفوق. هنا كي نخرجها نحط فوقها منديل ونخليها ترتاح حتى 10 دقائق، ودروك شوفوا غادي نقطعها تجي رائعه. شوفوا كيفاش تجي فريمون شابه بزاف هاد الخبزه. ها هي، لا ان شاء الله غادي تجربوها وتولي فريمون هاد لا غوسيت تولي معتمده عندكم، وشفتوا كيفاش ساهله، ما تتعبوا فيها، ما تضلوا تعجنوا فيها، ما والو، تخرج فريمون رائعه. هنايا راني قطعت الخبزه بليزيوغ فوا قدامكم باش نوريكم كيفاش جات شابه. ودروك هنايا الخبزه الزوجه قطعتها كيما راكم تشوفوا الى مثلثات، ها هي لا، وتقدموها وتاكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله. اذا هنايا راني وصلت لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تعجبكم هاد لا غوسيت. غادي نخلي لكم المقادير تاع هاد لا غوسيت، نخليهم لكم لتحت في صندوق الوصف. ان شاء الله تعجبكم هاد لا غوسيت، جربوها تنجح معكم، ونقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.